أهلا بكم يا أصدقائي مع بستان جديد وزهرة جديدة. بستان النهاردة مع صاحبة ليلة القبض على فاطمة وتسعة شارع النيل ومحاكمة السيدة سين ودائرة الحب والرعب وقضية حب وعاملة التلغراف مع الأستاذة سكينة فؤاد. أهلا بيك يا مدام سكينة برنامجنا. أهلا بيكم أنتوا كلكم. نحب نتعرف على حضرتك، الاسم بالكامل والحالة الاجتماعية والمؤهلات والوظيفة الحالية. سكينة فؤاد، دراستي صحافة، متخصصة صحافة من جامعة القاهرة، متزوجة، عندي 3 ولاد، دلوقتي بشغل منصب مدير التحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون، ولو أني بفضل أجمل المناصب والألقاب وهو كاتبة. حضرتك كمدير التحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون، يا ترى بقى عند حضرتك وقت بتتفرجي على برامج الأطفال في التلفزيون؟ لازم يكون عندي وقت، صحيح الوقت ضيق وصحيح الواحد لازم ينظم وقته، لان احنا يعني عندي حاجات كتيرة جدا، لكن اولا مش بشوف برامج الاطفال بس يعني كمتفرجة، ولكن بتابع برامج الاطفال عشان اشوف بتعمل ايه في عالمكم، بتضيف قد ايه، ما بتضيفش ايه، ناقصها ايه. فمهما كان الوقت ضيق، متابعة برامج التلفزيون نشاط ضروري لأنه عمل وهواية واهتمام. ليه حضرتك ما بتنقديش برامج الأطفال ومركزة على المسلسلات؟ أولا هو أنتوا بتشوفوا برامج الأطفال بس، أنا بعتقد أنكم ما أنتوش في حاجة بتسيبوها، يعني بتشوفوا برامج الأطفال وبرامج الكبار وكل حاجة، ويمكن المسلسلات أنتوا حافظينها أكتر ما تعرفوا برامج الأطفال. لكن على كل حال أنا أحب أستفيد من كل رأي بسمعه، وأنا بعتبر الملحوظة دي توجيه وحستفيد بيها وحكتب عن برامج الأطفال. إذا وعدتوني أنكم هتشوفوا برامج الأطفال قد ما بتشوفوا برامج الكبار ومسلسلات الكبار. سمعت أن أسلوب حضرتك في كتابة القصة صعب، فهل ده بسبب تأثرك بأحد الكتاب المشابهين لنفس أسلوبك ولا هناك أسباب أخرى؟ أولا أنت بتقولي سمعت، أنا أتمنى كنت تقولي حاولت أقرأ ومعرفتش، لأن دايما ما تكونش آرائك من خلال اللي تسمعه، كونه من خلال تجربتك أنت، لأن يمكن لو حاولت تقراني تغير رأيك. نمرة 2، اللي يقلد ما يبقالوش أسلوب، ده ما يمنعش أن احنا كلنا شجر جاي من البذور اللي في الأرض اللي احنا نمينا منها. يعني ايه؟ يعني كل كاتب، كل جيل بيتأثر باللي قبله، بياخد منهم، ضروري فيه من اللي سبقوه، لكن انه يعيش مقلد يبقى ما يعيش، ما يمتدش، ما يبقالوش وجود، ما يبقالوش اي أثر. اما ان صعب، فشوف انا هقولك، الكاتب ما بيقررش هيكتب صعب او سهل، هو بيجي من مجموعة حاجات، مكوناته هو الشخصية، ثقافته، مزاجه، تكوينه. يعني احنا كلنا لنا ملامح، زي ما لنا ملامح في الشكل، لنا ملامح في التفكير، في الأسلوب، في طريقة التعبير. كتابتي جاية من كل ده، انا مش اخذ قرار انها تبقى صعب، لا، انا بكتب وعلاقتي بالكتابة علاقة حرة، لان يوم ما الكاتب بيقرر انه يصنع، يعني هعمل كده، الأدب جزء منه التلقائية، التعبير بحرية. لكن أنا أوعدك كجيل بتمنى أنه يقراني وأحب أنه يقراني، أني أحاول أجمع بين الاثنين. هل أدب الأطفال لهم ناس متخصصة ولا أي أديب يستطيع أن يكتب للطفل؟ أدب الطفل رغم ما يبدو عليه من سهولة من الخارج، من بساطة، لكنه في الحقيقة بعيد عن كده تماما، لأن فرق كبير بين البساطة وبين السذاجة، بين إن أنا أقنع عقل الطفل وهو عقل شديد اليقظة وشديد الأهمية وشديد الوعي، يعني مش زي ما كنا بنعتقد أو كان في اعتقاد سائد إن الطفل كائن بسيط، طفل كائن بتبتدي وعيه بالعالم مبكرا ولسه ما سعفوش العلم ولا الثقافة، يعني ما سعدوش. إذن لازم القصة بتاعته تتوفر لها
شروط كتيرة جدا، أولها البساطة، قدرة الإقناع، قدرة الإقناع غير إني أضحك على عقله، الأبطال والشخصيات اللي يقدر يحبها ويقدر يصدقها، في نفس الوقت عالمه مختلف عن عالم الكبار، وطفل دلوقتي بقى كمان متصل بعالم الكبار. يعني الكتابة للطفل، أرجع لسؤالك وأقولك إن الكتابة للطفل رغم ما يبدو عليها من سهولة هي صعبة جدا. إذن لابد من كاتب متخصص يبدأ علاقته بالكتابة للطفل من محبة شديدة لهذا العالم، من فهم للطفل، من إيمان به، من معرفة بشروط وقواعد كتابة أدب الطفل. البساطة، إزاي أقدر أستولي على انتباهه. طب ابنة بورسعيد تختار لنا إيه من بستانها النهاردة؟ يعني بدم قلتي بورسعيد يبقى مش هروح بعيد عن بورسعيد، وعشان أقول حاجة مهمة، إن مرحلة الطفولة هي أهم مرحلة في حياتنا، وهي لما هتكبروا اللي فيكم هيكتب أو هيشتغل بالفن هيكتشف إن دي أهم فترة هيغرف منها. يمكن كل الفترات مش هتعلم في حياتكم زي مرحلة الطفولة، يمكن لأن بلدنا طفولتها ارتبطت، وأنا مش هحكي لكم قصة على فكرة بمعنى القصة العادية، أنا هحكي لكم بعض الذكريات الحقيقية اللي كان فيها من المغامرات والإثارة اللي أجمل من القصص المؤلفة، وعشان تعرفوا بلدكم يعني يا ما كان فيها قصص بطولة كنا بنتفرج عليها وإحنا صغيرين، لأن القصص أو البطولة بتعمل فينا أو بتربينا تربية من أعظم الأشياء اللي بتمر بحياتنا أو من أعظم الأشياء اللي بتضاف لنا. فأنا مش هحكي لكم حدوتة، خليني أخدكم معايا بورسعيد وأقول لكم ده كان في طفولتنا، وياريت طفولتكم أنتوا كمان تكملي بتجارب كبيرة عشان تطرح بعد كده في المستقبل مواقف كبيرة وأداء جيد في الحياة تعملوه وأنتوا بتحققوا ذاتكم ونفسكم. ذكريات الأيام دي محفورة في عقل وفي وجدان كل طفل أو طفلة كانوا في بورسعيد في الوقت ده. كانت ألعابهم بتتحول بطريقة تلقائية وبدون أي تخطيط سابق لخدمة رجال المقاومة الشعبية في كفاحهم ضد الاحتلال. راجل خمار واقف وليه الغلط ده على الناس؟ ما تخلي ليه انت تفوت على خير، انت فاتح ليه لغايه دلوقتي؟ الله موسم بقى وكل سنه وانت طيب يا راجل يا زوق. فالفوران يا خمار. الله انا فوتها لك اول مره لكن يظهر ما فيش فايده، انا لازم اروح فيكم في 60 دقيقه. انت يا اللي ماشي هناك استنى. نعم. انت مش بتعرف ان في حظر تجول؟ امي تعبان راح اشوف لها دكتور. امك تعبان، امك يموت، انا ما يهمنيش، يهمني تنفيذ اوامر وبس، مفهوم؟ لا مش مفهوم. فوتك بعافيه يا حضرة الضابط نور. استنى، انت تعرف اسمي؟ استنى ليه؟ رحت للدكتور ولا رجعت البيت؟ ما هو لازم امشي من هنا. انا يعجبني الصوت فرعون صوتك. اختشي يا اخينا. يلا محمد، شوت يا محمد. حاضر يا حنة. أيتها المدينة الثائرة، ستهوين، ستسقطين كما تسقط الأطلال. لماذا تقفي هكذا وتتحديني أنا؟ ستسقطين وتركعين على ركبتيك، رمزا لخضوع هذا الشرق الشامخ بأنفه للغرب الجديد. من الذي يسخر منك؟ القدر. ستهوى المدينة وتنتهي، من الذي يتحداني؟ بل ستخلد أيها المفتون. من أنت؟ من أنت؟ انهض أيها السفاح، وإذا رفعت صوتك سأرسل هذا الخنجر إلى قلبك. ماذا تريد؟ تقدم أمامي. ارفع هذا الخنجر عن ظهري فإن يخذوني. سيرسل هذا الخنجر اللحن الذي سيدوي في أذان الأجيال. أي لحن؟ لا تتعجل سماعي، تقدم أيها الطاغية. يا سيدي، إيه بيحصل دي؟
دي اولاد صغير بيلعب بيتسلى، لا تسقوسا. لا احب اشوف التمثيليه دي. هل ترى هذا الدخان الاسود؟ نعم انا. هل تسمع الانين الذي يصدر منه؟ لا لا اسمع شيئا. انت اصم، ارهب جيدا. الا تسمع صراخ هذا الطفل الذي يتلوى في النيران؟ لا لا. الا تسمع عويل هذه الام التي تبكي رضيعها؟ لا لا اسمع شيئا. انصت، لقد مات الصوت، لقد اصبح الطفل البريء دخانا اسود. انظر، هل ترى هذا اللون الاحمر القاني؟ انطق. لا لا. انه لون الدم الذي نزف من قلوب الامهات والنساء، يجب ان تدفع الثمن. انتظر، اتوسل اليك. انت انسان وانا انسان، اتوسل لك باسم الانسانيه. الانسانيه، اخيرا عرفت الانسانيه. ان الانسانيه هذه بريئه منك ومن امثالك ايها السفاح. بس انت وهو وهو، ايه تمثيليه دي؟ مثلوا حاجه فريش كوميك. احنا بنعمل اللي حصل ايام احتلال نابليون لمصر. بلاش كلام فارغ، روح روح، انت مش لاقي حد يربيك، انا هربيك. احنا تربيك كويس مستر مور هاوس. ولد انت ما تردش عليا، فاهم؟ روح جيب الشوكولا من العربيه ووزع حلوى على اولادي. اوكي سير. شوكولا خد. انت فاكرنا شويه عيال تضحك علينا بشويه شوكولاته؟ اتفضل روح انت والشوكولاته بتاعتك، احنا مش عايزين. اركع اركع ايها المفتون، اركع لروح الشرق الشامخ. اضربهم، خليهم يبطلوا التمثيليه السخيفه دي. ستوب، انا ما فيش لعبه ابدا. يلا برا بيت، امشي امشي ولد، كله امشي. هو لولا الولاد انقذوني في الوقت المناسب كنت هتكشف، وخفت اجي على هنا روحت على البيت. والرهاوس ده زودها خالص، مع انه حته ظابط انجليزي، لا راح ولا جه. بيقولوا انه قريب الملك. قريب الملك، قريب الملك. مور هاوس ده لازم ياخد درس. عندك حق، احنا لازم نفكر له في تفكيره تكون كويسه. ايه ده؟ انت بيعمل ايه هنا؟ بشم الهوا، ولا الهوا بتاعكم انتوا بس؟ لا، انت مش جاي تشم هوا، انت جاي عشان عارف اني كل يوم باجي الحتة دي. انت جاي تشوفني. اخبار الماما بتاعك ايه؟ زي الفل، بس برافو عليك انك سهلت اني جاية هنا عشان اشوفك. مور هاوس مش يخفى عليه، نظرات عيون مصرية جميلة، عيون نفرتيتي. خدوها خدوها بسرعة على العربية. هتندم كتير انت وهو وهو. وانت بالذات هنفقع عينيك حلوين دي. يبقى احسن عشان ما اشوفش وشكم. ممكن يعرف انا هنا ليه؟ هنستضيفك شويه عندنا هنا عشان تبطل غطرستك. اصلك فرد ريشك دونا عن زمايلك كلهم، حتى الولاد الصغيرين ضربتهم وهم بيلعبوا يمثلوا. اولاد شياطين، كان بيمثل تمثيليه سخيفه بوظوا اعصابي. خلاص، اد احنا جبناك هنا عشان اعصابك تهدى. اسمع يا مستر مور، لما تروح بقى ان شاء الله يبقى نخرجك من هنا على خير. روق روق. مور هاوس لازم يزرق. انت شو بين البيت في بورسعيد؟ فيري دانجرس ان ظابط يختفي، فيري دانجرس. ممكن يكون اتقتل سعادتنا جون. اتقتل اوكي، فين الجثه؟ ممكن يكونوا رموه في بحر. ممكن ممكن، انا عاوز حاجه شور، حاجة أكيد. إيه اللي حصل لمور هاوس بالظبط؟ إيه اللي حصل؟ إكزاكتلي. فتشنا كل بيت، مفيش حد أبداً. حط علامة. أوكي سير.
فين السيارة؟ فتش بيتها وبيتها. اوكي. Nobody, sir. Okay. الشارع دي خلاص اتفتش، العلامات موجودة. نشوف شارع تاني. بس أنا متهيألي الشارع ده إحنا ما جينا فيه قبل كده. في مجموعة تفتيش تاني، أنت فاهم إن إحنا بنشتغل لوحدنا؟ عسكر ستيوبت. يلا. أوعى تفتكر إن إحنا قاصدين نموتك بالجوع. أديني زيك أهو. مش لاقي حاجة أكلها. طب أخرج هتأكل. اخرج ازاي وانتم محاصرين الشارع؟ سيبني اخرج، فاول ما يشوفني هيفك حصار على طول. عشان يدخلوا هنا ويستولوا على السلاح والذخيره. ها لا يا خواجه، الكلام ده شوف لك حاجه تانية غيره. قرب وتعالى اتفرج على صندوق الدنيا بقرش سام، ازيس وزوريز، الشاطر حسن، ابو زيد الهلالي، كل ده بقرش سام. دي بيت نمرة 10 شقة رقم 3 بسرعة. قرب يا بيه، تعال اتفرج على الشاطر حسن وابو زيد الهلالي. انت خد ودي دي بيت رقم 8 شقة رقم 4 بسرعة. قرب وتعال اتفرج، الشاطر حسن، ابو زيد الهلالي، كليبر، ازيس وازوريس. انت ودي دي بسرعة وحصلني على الشارع اللي فيه مور هاوس. يلا انا هطلع واضحي بنفسي عشان اثبت لك اننا عندنا انسانية اكتر منكم. هطلع اجيب لك اكل لان شكلك كده هتموت من جوع. انت يا مور هاوس خلصت، انت عظمك طري قوي، ما استحملتش 3 ايام جوع. على ايه اخرج بقى؟ لا، هي تفك الحصار وعشت اموت جنبك. انت ممنوع اقف هنا. ما تسيبنا نسترزق يا خواجه. اسمع مزيكاتي، انت لازم تسيب مكان حالا والا اشيلك احطك في البوكس. وش معنى يعني الشارع ده اللي ممنوع يا خواجه؟ الشارع دي احنا لقينا فيه الكاب بتاع كابتن مور هاوس. فاهم كابتن مور هاوس يعني ايه؟ يعني رجال مقاومة لازم مخبينه هنا، فهمت؟ فهمت يا خواجة، فهمت. سيوبيد، بعد كده تمشي على طول. ماشي يا خواجة. توش ترزوق، قرب وتعالى اتفرج. احنا نرمي المسدس بتاعه في شارع تاني، وهما لما هيلاقوه هيفتكروه مستخبي في الشارع ده، يقوموا يفكوا الحصار عن الشارع الاولاني. فكرة هايلة يا فاطمة، بس ننفذها النهارده. فين المسدس بتاعه؟ اهو. اكزاكتلي، هو نفس رقم المسدس اللي كان في اوضته. اسمع، فكوا الكردون في الشارع اللي انتوا فيه، واعمل كردون على الشارع اللي انت لقيت فيه المسدس ده. شور هربوه في سرداب تحت الارض. محتمل. مش دول ولاد الفراعنة اللي أهرماتهم مليانة بالسراديب؟
محمود افتح يا محمود. انا حسين ومعايا فاطمه وحنا. افتح يا محمود، احنا جبنا معانا اكل. مفيش حل غير اننا نكسر الباب، احتمال يكون دايخ ولا حاجه من قله الاكل. وسع يلا. ضحايا وشهداء من المقاومة كانوا بيروحوا كل يوم. بستان بكرة صاحبه مدير مركز أدب الأطفال، وله قصص وكتب مشهورة عشان اللي في سننا، واسمه الأولاني أحمد. ها عرفتوه؟ هسيبكم لغاية بكرة وأشوف إجابتكم. زمان كان جايزة وكان مهر، كانوا يسموه الحظ الظهر، ده علاج للضيق او للقهر، خده 30 مرة في الشهر، لا تعجز ولا تحني الظهر.